وين حبابي مع أصحابي والعشران، وين ولا فيه وين هما صدقاني، لا واحد منهم يوم الحزبان غابوا وضرقوا عليا بالعاني، ما عرفوني ولا سفقدوني بحسن، كأني جيت للمدينة براني، شي منهم ما بقى يناديني بلسان، وشي منهم كل ساعة يلقاني ويفقدني خسيس عن وفقاني، كيف ننسى طلطامي في دروب مكناس، غربتي ومباتي في دكاكن المدرس، عياو بيا الحوانت في سواق البخاس، والفنادق وبيوت وسايل المجالس، نضل هايم ونبات على الخبال عساس، والصباح نصبح باب الدراج جالس، منين حسوا بيا تما سطبت الجلاس، رادفوا عني بالنهرات والمقايم، المباتة بالجوع ولا طعام الكناس، والفقر والغربة ولا صحب تشاتم، واشفار عليكم يا رجال الكناس، مشى الضريف حماكم يا أهل القريم. ضم عدايا وضمهم خلاص رشيت، ما عرفوا بين صرخص الله معايا، في سواق هل الله بعد في حماه ومشريت، وعمر سوقي مع دراغم الولاية، وقنعت في الزمان بالقسمة ورضيت، وصبرت المقضاها عليا مولايا، وبرابعة السقام ضري وتعافيت، وبلغت مراغبي وقصدي ومنايا، وهنيت ولا بغات خشى في شايا، من وقف للمسعى يسعى ديور الكبار، والكريمي ضايف من الأرض أهل بخيل، الحلاوة بالمنة تدير المرار، يا الطمع في مدة من ربا وفي الويل، المغطس في العرة ما يزول العار، والموتي بالعلا ما يطب العليل، فلاس في دقاني رباوني الكياس، مختبر معناوي شيخ يحكي من أجام، القضاء صرفتو والوعد سار لاباس، حمدت ربي وشكرته باسط عايم، واش ما عليكم يا رجال الناس، مشى الضريف حماكم يا أهل القرايم، والله ما ضرني ولا عد بقلبي غير شفايت العدا اللي ظنيت حباب، وانا يا وين ما مشيتي لربي، في كل مكان صرختو ليا توصاب، بدل نعمل كريم بالراحة تعبي، حتى سايل في باب مولانا ما خاب، ما حد الحاسدين تتمنى تعبي، والله يزيدني الأجر والتواب، ويكثر عن عداي الحساب والعقاب، هكذاك الدنيا المرة تدير بالقام، وهكذاك الظهر مشتات كل الأمام، يوم نحلو ويوم نمر ويوم زقوم، ويوم السعدل بين البرد والزمام، يبات شمل المرأة في حفظ الكريم ملموم، والصباح يطالب
للظهر بالسلامة إلى يمد على راس عدو بضرب قياس كل ضربة يترهك جيش الحسود عدم يا تقال مرون بلا من بالقواس ولا يلتقى دعوات مظلوم من الظالم واش نار عليكم يا جهال الناس مشى الطريف حماكم يا أهل الكراية الخير اللي يكون في تباعو الجميل في القلب موادو تورت العلايل سالو سقصي هل المعاني والتفضيل هما اللي خبروك يا من هو سايل كم من عرة يبان لك في وجه جميل وعلى راسو الشان المشرقي صايل صيل البخلة كتير وصيل الجود قليل واحد في الألف توجدوا ليه فضايل واللي أصله بخيل للبخلة مايل كيف يتهدى من يرجاه سيف عزريل وضيق القبر والملاكين يوم السؤال وكيف تعلى يا من مازال ترجع دليل يا اللي قالت له نفسه انت المفضل شحال ما دمتي ترجع يا بنادم دليل فوق لنعاش ترفع وتكون دمال أولك من طفى من موطن سناس وخرك للتربة والدود يا العدم شوف ما تحت يابك يا كتير الدناس والعجب له ما ربي ساتر الحشايم ختمتها بصلاة الهادي شفيع في الناس سيدنا محمد كنز الغنى الدايم واش ما قار عليكم يا رجال كمان جاد طريق حداكم أهل القرية واش ما قار عليكم يا رجال كمان جاد طريق حداكم أهل القرية من كثرني بحبابي إلى نكون في الخير يبات وكري ويضل جمعه مع مر شحال من صاحب توجلي وكم من عشير إلى يكون طعامي في كل وقت حضر براطل الدار حديرة غير تنقب الطير كيف حوت المشروع يجري على الصنانر هكذاك صحابي ضروا جميع بالكاس يوم فرغت يدي لا مال لا مرسم من لقيتو من عشراني يهز لي الراس تقول عمرهم ما كنا ونبقاسم واش ما عليكم يا رجال الناس مشى الضريف حماكم يا أهل القرايم الحباب اللي كنت نعتاد يحشمو ويلا نتحاز حقي رفضو عاري عادو يدويو في ورايا ويشتمو بكلام قصاها من مبازق ويباري ونحس بديهم فيا ونكتمو ونزين حالتي نضحك ونداري وطويت القلب الحزين على همه صبرت المقضى المتعة الباري حد حومتي وحد عزي في داري الله يرحم الشياخ الفاي